أطفالنا أغلى ما عندنا ومصدر فرحتنا وسعادتنا. يحرص الآباء والأمهات على تأمين حياة صحية لهم. سيتم إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لتعزيز مناعة الأطفال ضد هذا المرض. الجرعات الإضافية من لقاح شلل الأطفال آمنة وضرورية لزيادة المناعة حتى ولو أخذوا مسبقاً تطعيمات الأطفال المقررة جزئياً أو كلياً. تطعيم طفلك يعني أننا على بعد خطوة واحدة لنقول وداعاً لشلل الأطفال إلى الأبد.